أحسن الله إليكم. هذا سائل من القصيم يقول: فضيلة الشيخ، عندما كنت في المرحلة الابتدائية وفي سن العاشرة حصل نقاش مع ابن عمي وآخر، فدعاني ابن عمي للشهادة فقمت بالشهادة معه، وأنا لم أعلم سبب هذا النقاش ولم أحضر وكنت أجهل شهادة الزور، هل أنا آثم؟ وهل هذه الشهادة تعتبر شهادة زور؟ ماذا أفعل لأبري ذمتي؟ لا شك أن الشهادة التي عن غير علم أنها شهادة زور، إذا لم تعلم ما تشهد به إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد أن تكون الشهادة عن علم بالمشهود به. فإذا شهدت وأنت لا تدري وإنما أردت بذلك مساعدة المشهود له فهذه شهادة زور وكذب، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، فعليك بالتوبة إلى الله عز وجل. وإذا كانت هذه الشهادة قد بني عليها حكم قضائي فعليك أن تبلغ القاضي عن هذا الواقع المخالف للصواب، ولا تبرأ ذمتك إلا بذلك، أو أن تطلب المسامحة من المشهود ضده، فإذا سمح لك وعفى عنك فنرجو لك عدم الإثم. أما أن تسكت تترك المظلوم يستمر على مظلوميته فإنك تكون آثما بذلك. نعم.